السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في اتم الصحة والعافية ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نرحب بجميع الناس اللي دخلوا جداد للقناة. كنقول لهم مرحبا بكم معايا في القناة ديالتكم، وكنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم وتعجبكم القناة وتستمروا معايا دائما كل جديد. ندوز دابا الفيديو ديالنا ونشوفوا شنو غنحضروا اليوم. اليوم غادي نحضر معكم واحد الكيكه ديال التفاح بلا كريم باتيسيير اللي كتجي لذيذه بزاف، خصوصا لعشاق التفاح كتجي رائعه. اول شيء غادي نبدا به هي انني غنصاوب لا كريم باتيسيير، غنخليها تبرد عاد ندوز باش نحضر معكم الكيك. نبداو على بركه الله. اول شيء بالنسبه للكريمه، فانا كنحتاج هنايا جوج المعالق كبار ديال السكر مع واحد الفاني اللي ضفتها للسكر، كنحتاج لواحد البيضه، وكنحتاج لاربعه المعالق كبار ديال الكريم باتيسيير، او تقدروا تعوضوه بمايزينا او بالدقيق، يعني ما كنكلفوش على راسنا اللي متوفر عندنا. زائد كنحتاجو نصف لتر ديال الحليب. اول شيء غادي نبدا به، بسم الله، غادي نخدم هاد البيضه مع السكر والفاني. من بعد ما كنخدم البيض والسكر فكنضيف بودره الكريم او كيف قلت لكم المايزينا، كنحركو مزيان. كتولي بهاد الشكل. هنا كنبدا نضيف الحليب، غادي نضيف نصف لتر ديال الحليب بالتدريج، وانا كنحرك غير بشويه حتى كتنسجم ليا جميع العناصر. هنا غادي نرد الكسرونه ديالي فوق النار حتى كتعقد ليا الكريمه، ودائما فوق النار كنحركوها، يعني ما كنوقفوش من التحريك باش ما كتحرقش لينا الكريمه من التحت، دائما على نار مهيله والتحريك المستمر. هنا كيف كتشوفون بعد ما وجدت لي الكريمه خاصها تكون على هاد القوام، غادي نديرها في واحد الطبسيل ونغطيها ونخليها على جنب، وغادي ندوز باش نحضر الكيك ديالي. دائما الفيلم اليمونتير فوق من الكريمه مباشره باش ما كديرش من ديك القشره. بالنسبه للكيك غادي نعطيكم المقادير وانا كنحضر فيه. غادي نحتاج 3 المعالق كبار ديال السكر، عندي 3 البيضات، غادي ندير واحد القبيصه ديال الملح، وغادي نخدمهم بالباتور. تقدروا ديروا كل شيء في ميكسور،
المهم غادي نخدم البيض والسكر مزيان ونرجع معاكم. غادي نضيف الزيت، عندي هنا نصف كأس ديال الزيت. وغادي نضيف كأس ديال الحليب، ما يكونش عامر بزاف. هنا ضفت واحد القشرة ديال الحامضة، غادي نسم بها. تقدروا تضيفوا الفاني او قشرة ليمون اللي متوفر عندكم. دابا غنبدا نضيف الدقيق. غادي نضيف الكأس الاول ديال الدقيق، كيف كتشوفوا راه عامر. غادي نخدمه غير بالطراب اليدوي. غادي نضيف الكأس الثاني. وغادي نضيف جوج ديال الخمارات من وزن 14 غرام. وغنخدم كل شيء. وفي هذه المرحلة غادي نضيف واحد التفاحة كبيرة ومقطعة قطع صغيرة. القوام ديال الكيك كيف كتشوفوا كيجي لهذا الشكل. غادي نضيف تفاحة كبيرة ومقطعة قطع صغيرة. وهنا غادي نجيب المول فاش غندير هاد الكير ديالي. هنا خديت المول دهنته بالزبده، كتستعملوا المول اللي بغيتو. غادي نفرغ فيه الخليط ديال الكيك والتفاح. هنا بعد ما كملت غادي نجيب الكريمه ديالتي اللي صايبت، خدمتها واحد شويه. غادي نبدا نحط هكا بمعلقه هاد الكريمه كلها اللي درت الفوق، ما
مي غادي يدخل الفران غادي يهبط لتحت. هي محطوها كيف ما بغيتو، استعملوا بوش او استعملوا معلقة او اي حاجة كتريحكم في الخدمة. بالنسبة للمول تقدروا تستعملوا مول صغر من هكا الا بغيتوا الكيكة تجيكم طالعة. انا ما كنبغيش كيكات يكونوا عاليين بزاف، يعني بحال هاد الكيكات كنبغيهم يكونوا رقاق. دائما كنخدم مول اللي يكون كبير باش يجيب لي الكيكة رقيقة ما تكونش عالية. كتبقاو غاديين على هاد الطريقة، اي بلاصة ما فيهاش كريمة كتعمروها بالكريمة. بالنسبة للفران انا درتو يسخن على 180 درجة. غادي ندخلها الطيب ونتلاقاو من بعد ما توجد لينا الكيكة ديالنا. ونسيت اخر مرحلة، عندي هنا شوية ديال الكركاع، تقدروا ديروا ورق اللوز او لا تقدروا تزينوا بحبيبات الشوكولاتة اللي متوفر عندكم. انا عندي هنا شوية الكركاع اللي كيتواتى مع التفاح، المذاق ديالو كيتواتى مع مذاق التفاح. غادي نزين به من الفوق. وهذه هي الكيكه ديالنا بعد ما خرجت من الفران، كتجي رطبه من الداخل. غادي نقطع معكم محضر تشوفوها كيف جات من الداخل.